أهلا بيكم أعزائي طلبة التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان الصف الأول. النهاردة إن شاء الله هنبتدي درسنا الأول في مادة المعدات. بما إننا لسه سنة أولى فإحنا لسه بنتعرف على التخصص بتاعنا اللي هو بيعد من أجمل التخصصات. التعليم الصناعي هو أكتر تعليم بيفيد الإنسان في حياته العملية، وقسم الزخرفة مش بس بيفيدنا على المستوى العملي ولكن بيفيدنا كمان على المستوى الجمالي والإبداعي والاستمتاع بالحياة وتذوق الجمال في كل حاجة. النهاردة هنتكلم عن مادة المعدات، وقبل ما نتكلم في مادة المعدات عايزين نقول إن مادة المعدات ضلع من 3 أضلاع أساسيين هما اللي بيكونوا مادة الزخرفة اللي هي منهجها الأساسي في دراسة الدهانات. الدهان عندي عشان يتم له 3 أضلاع، ال3 أضلاع دول هما العمليات والخامات والمعدات. النهاردة الخامة اللي بشتغل بيها دي مادة الخامات، بتتكلم عن نوع الخامة ومصدرها وشكلها وألوانها. الجزء الثاني العمليات، بتتكلم عن الخطوات المتبعة في الدهان. المعدات، أيوة برافو عليكم، المعدات من اسمها بتتكلم عن الأدوات اللي أنا بستخدمها في عملية الدهان. النهاردة إن شاء الله هنبتدي درسنا في مادة المعدات. درسنا الأول في مادة المعدات عن مواصفات ورشة الزخرفة. المقصود بورشة الزخرفة مش الورشة اللي احنا بنشتغل فيها العملي في المدرسة، لأن دي تعتبر ورشة مصغرة. احنا بنتكلم عن ورشة كبيرة جدا ملحقة برضو بالمدرسة الصناعية، فيها جزء بيخص كل أنواع الدهانات المختلفة. أول حاجة بنتكلم عنها في الورشة الأرضيات. الأرضية اللي بيمشي عليها العمال، تحط عليها الآلات، في شروط لازم تكون متوفرة فيها. أول حاجة تكون مرتفعة عن منسوب الشارع، ده لمنع تسرب المياه. طبيعي جدا ان المياه بتنزل من اعلى الى اسفل، فما ينفعش الورشه يكون مستوى ارضيتها اسفل مستوى ارضيه الشارع. تاني حاجه تكون صلبه عشان تتحمل حركه البشر وثقل الالات اللي هتتحط عليها. تكون خشنه لمنع الانزلاق، وفي نفس الوقت ما تكونش شديده النعومه، لان هي لو كانت شديده النعومه هتسبب انزلاق، ولو كانت شديده الخشونه هتلم القاذورات وهيكون صعب تنظيفها. يعني تكون وسط، لا تكون شديده النعومه انزلق من عليها ولا تكون شديده الخشونه. يكون بيها نسبه ميل، طبيعي جدا الميل ليه؟ عشان الميه او اي سوائل تكون موجوده على الارض تتجه الى المجرى اللي موجود الجانبي، علشان اي مخلفات تتجه الى الصرف الموجود في الورشه، وده طبعا لسهولة تنظيف الأرضية. الحوائط، الجدران الموجودة داخل الورشة بتدهن بدهان مط ما يكونش لامع عشان ما يعملش تشتيت للبصر. يفضل مط، يعني مطفي غير لامع. يفضل الألوان الفاتحة زي الأبيض والكريمي. الألوان الفاتحة بتعكس كميات أكبر من الضوء، وده بيخلي الإضاءة في الورشة الطبيعية أكتر من العادي. السقف غالبا بيبقى لونه ابيض. الابيض ليه؟ زي ما اتفقنا الابيض بيعكس اكبر كميه من الضوء. السقف المعدني قبل ما بدهنه ممكن ادهنه برضو باللون الابيض، لكن قبلها لازم ادهنه بدهان مانع للصدأ. الاضاءه، النور. طيب هل انا محتاج اضاءه قويه ولا محتاج اضاءه عاديه؟ لا، انا محتاج اضاءه قويه وطبيعيه وما فيهاش اي مؤثرات. ليه؟ لان انا بشتغل بالوان، محتاج درجاتي تكون واضحه جدا، محتاج الواني تكون واضحه، فبفضل الاضاءه الطبيعيه اللي بتيجي من ضوء الشمس. طب دي بتدخل الورشه منين؟ بتدخل من النوافذ، بتدخل من الابواب، بتدخل كمان من السقف اذا كان السقف فيه فتحات لادخال الضوء. طب هل ممكن السقف يكون فيه نوافذ؟ اه طبعا السقف ممكن يكون فيه نوافذ وفتحات تدخل كميه ضوء اكبر. طيب النوع الثاني من الاضاءه هي الاضاءه الايه؟ الصناعيه. المصابيح الزئبقيه يفضل طبعا الاضاءه المقاربه لضوء النهار عشان تديني نفس وضوح الالوان اللي بتديهوني الاضاءه الطبيعيه اللي هي اضاءه الشمس. طيب هل ينفع ان انا اعمل مزج ما بين الإضاءتين الطبيعي والصناعي؟ طبعا. التهوية،
المقصود بيها في الأساس حاجتين: سحب الهواء الملوث وتجديد الهواء النقي. التهوية بتدخل من النوافذ، دي اسمها تهوية طبيعية. التهوية الطبيعية اللي بتيجي من النوافذ ومن الأبواب ومن السقف. التهوية الصناعية اللي بتيجي من المراوح والشفاطات. زي ما شرحنا، المراوح بتجدد الهواء النقي، الشفاطات بتسحب الهواء الملوث والأبخرة. أنواع التهوية نوعين: تهوية دائمة، دي اللي طول الوقت ببقى معتمد عليها ومحتاجها، لأن أنا طول الوقت محتاجين إن العمال يتنفسوا هواء نقي، ما يتنفسوش أبخرة المذيبات الموجودة في الدهانات، فعشان كده دي تهوية دائمة أنا محتاجها دايما. غير كده بتنظم لي الحرارة والرطوبة، الرطوبة اللي هي نسبة بخار المية في الجو، والحرارة طبعا الناتجة من عمليات الدهان أو من تواجد عدد كبير من العمال. النوع الثاني من التهوية اسمها تهوية وقائية. الوقاية هي منع الضرر، وقاية يعني حماية ولكن مسبقة. طيب الوقاية دي بعملها بإيه؟ بالشفاطات اللي بتسحب الهواء الملوث وأبخرة المذيبات الموجودة في الدهانات. عشان هتتكرر معانا كتير جدا كلمة مذيب دي، فخلونا نتكلم عن إن المذيبات هي المخففات اللي بتستخدم لتخفيف أنواع الدهانات المختلفة، ودي في الغالب بتكون مواد طيارة سريعة التطاير، وأغلبها بتكون مواد مضرة بالصحة، فالأفضل إن الأبخرة بتاعتها تطرد خارج الورشة. الأبواب طبعا للحماية، ولازم تكون محكمة الغلق وتكون سهلة الاستخدام، تصنع من الصاج أو من الخشب، وممكن تكون بمفصلات. الباب المفصلة اللي هو بيتحرك بالمفصلات في الفتح والقفل، أو انزلاقي، الباب الانزلاقي اللي هو الباب الجرار. النوافذ أو الشبابيك، لو نفتكر مع بعض لسه كنا بنقول النوافذ بتقدم لي خدمتين: الخدمة الأولى بتدخل الضوء، الخدمة التانية بتدخل الهواء النقي. يبقى النوافذ كل ما تكون أكتر في الورشة، كل ده ما يديني جمال ويديني عمل أفضل داخل الورشة، تهوية أفضل، إضاءة أفضل. طبعا النوافذ أغلبها بتبقى من الزجاج الشفاف عشان تدخل أكبر كمية ممكنة من الضوء لوضوح الألوان. طيب غالبا أنا بعمل نوافذ للورشة، الورشة فيها أجهزة غالية، الورشة فيها معدات، الورشة فيها خامات، فأنا بحتاج أأمن النوافذ ديت، فبعمل لها غالبا إطار من الحديد علشان يحميها من السرقة. دورات المياه لازم طبعا تكون جيدة التهوية، جيدة النظافة، الصرف بتاعها يكون معزول ضد الماء والزيوت. احنا غالبا في الاماكن العاديه بنحتاج نعزل فقط ضد الرطوبه والميه، لان غالبا الوصلات دي بتبقى في الارض. انا هنا هضيف ان انا محتاج اعزل ضد الزيوت وضد المواد اللي انا بستخدمها في الدهانات. توصيلات الكهربيه طبعا استخدم خامات جيده تكون شديده التحمل، اتجنب الوصلات القصيره. طيب حد يسالني ليه هتجنب الوصلات الكهرباء القصيرة؟ ايه عيب الوصلات القصيرة؟ تحميل جهد كهربي عالي على وصلة سلك قصيرة بيزود من درجة حرارة السلك، فلما درجة الحرارة دي تتوزع على مسافة صغيرة بتخلي درجة الحرارة أعلى بكتير جدا، وده بيكون عرضة إن يحصل ماس كهربائي، ولو في أي مادة قابلة للاشتعال جنب الحرارة العالية دي ممكن تشتعل. تاني حاجة عندي لازم تكون في لوحة توزيع فيها فواصل آلية. طيب ايه أهمية الفواصل الآلية؟ فواصل الآلية بتستخدم عند الضرورة، لو الكهرباء عالية عن معدل معين بتكون مظبوطة على 110 فولت أو 220 فولت أو على حسب الأجهزة الموجودة عندي. لو الكهرباء عالية الفواصل دي بتفصل أوتوماتيكيا. توصيلات الهواء المضغوط، قبل ما نشرح توصيلات الهواء المضغوط عايز اقول احنا بنستخدم الهواء المضغوط في الورشة علشان نعمل بيه ايه. الهواء المضغوط داخل الورشة ليه استخدامات عديدة. ورشة الدهانات فيها مسدسات، المسدسات ديت مسدسات الرش بتشتغل بالهواء المضغوط، بتستخدم في دهانات زي دهان السليلوز، في عندي مرشات دهانات مائية، في حاجات كتير من المعدات بتحتاج تشتغل بالهواء المضغوط. الهواء المضغوط وظيفته الأساسية دفع الدهان وتحويله إلى رذاذ. دي عبارة عن مواسير
قطرها 1 بوصة، الـ1 بوصة حوالي 3.5 سنتي. بتستخدم لتشغيل جهاز الهواء المضغوط اللي هو الكمبريسور. الكمبريسور او ضاغط الهواء يمكن ان هو يوزع الهواء على اكتر من جهاز داخل الورشة. ده شكل الكمبريسور، ده بيدينا ضغط هواء اقدر استخدمه في استخدامات كتير جدا داخل الورشة. أقسام ورشة الزخرفة. أولا الحجرات، المبنى عندي بيشمل مجموعة من الحجرات. حجرة المشرف، حجرة المشرف أو المسؤول، دي فيها المشرفين والمصممين وحفظ الملفات والرسومات، ودول اللي هم الأشخاص اللي مسؤولين عن الإشراف عن العمل وعلى تصميم الأعمال الفنية وعلى عمل المقايسات. المقايسة يعني التقدير المبدئي لكمية الدهان، لو جاني حجرة مطلوب دهانها أو مشغولة مطلوب دهانها إزاي أقدر أقيم تكلفتها. حجرة المشرف للمشرفين والمصممين وحفظ الملفات والرسومات، وكمان فيها المقايسات اللي بيتم عملها قبل تنفيذ العمل. حجرة الأجهزة الحديثة، دي عبارة عن الأجهزة الحديثة اللي بستخدمها حاليا في طرق العرض أو في حفظ المعلومات. دلوقتي مفيش حاجة اسمها حفظ معلومة ورقية، أغلب حفظ المعلومات بيتم عن طريق الحاسب الآلي كمبيوتر. كمان العرض غالبا بيبقى عرض على شاشات اللي هي بيسموها الشاشات الذكية أو العرض الذكي باستخدام أجهزة تسمى أجهزة البروجيكتور. بعد كده عندي حجرة لتصوير وتجهيز الطباعة السلك سكرين. معنى الطباعة السلك سكرين يعني الشاشة الحريرية، ودي بتعمل على إن الشاشة يكون فيها أجزاء مفرغة ينزل منها الدهان وأجزاء مصمتة ما ينزلش منها الدهان، وبناء على كده بطبع بيها. التصوير ده بيكون بمادة حساسة للضوء، عشان كده لازم حجرة التصوير دي يكون في إمكانية إنها تكون مظلمة وفيها إضاءة حمراء مصممة بطريقة معينة عشان أقدر أشتغل بالمادة الحساسة بدون ما تتجمد. طيب نقول النقطة دي كده بشيء من التفصيل. أنا النهاردة عندي مادة حساسة، إذا تعرضت للضوء تصلبت وسدت مسام الحريرة. لو عرضتها كلها للضوء الحريرة كلها هتتحول إلى مادة مصمتة مقفولة مش هينزل منها أي لون. فأنا بعمل التجهيز دوت في غرفة الطباعة الخاصة بالسلك سكرين أو الطباعة الورقية. قسم كبائن الرش، كابينة يعني مكان مغلق. كبائن رش الدهانات، كبائن مغلقة بتقوم برش الدهانات بطرق مختلفة. الطرق ديت أنا هناخدها بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله العام القادم. في عندي حجرة لتنفيذ الدهانات المختلفة، دهان الأسطر اللي هو دهان على الأخشاب بمادة الجمالكة، ودهان الزيت، ودهان اللاكيه، والدهانات المختلفة الأخرى. عندي حجرة رئيس القسم وفيها مكتبة اللي بتضم التصميمات وبعض الكتب اللي بحتاجها في عمليات الدهان والمراجع اللي برجع لها سواء للطلبة أو للمصممين. في عندي حجرة أعضاء التدريس، لأن احنا اتفقنا إن الورشة دي ملحقة بمدرسة، فأنا عندي حجرة لأعضاء هيئة التدريس. عندي قاعة لتدريب الطلاب، القاعة دي ليها شقين، جزء عملي بدربهم فيه عملي، وجزء نظري بعرض عليهم على الشاشات أو السبورة الذكية أو بستخدم أي وسائل عرض عشان أشرح بيها للطلبة الطرق المختلفة اللي بيشتغلوا بيها للدهانات. بعد كده عندي فيه أفران للتجفيف، في عندي بعض الدهانات لا تجف في الهواء العادي. الدهانات ديت اسمها دهانات الافران، والدهانات ديت عشان تجف بتدخل افران لدرجه حراره من 60 ل 70 درجه مئويه، وفي بعض الدهانات بتحتاج درجات حراره اكتر من كده، عشان كده لازم الورشه يبقى فيها افران لتجفيف الدهانات. بعد كده عندي مخزن صغير، طبعا مخزن صغير لان ده مش مصنع كبير، دي مجرد ورشه، فبيبقى عندي مخزن. المخزن بحط فيه معداتي الزايده عن احتياجي، بحط فيه كمان خاماتي الزايدة عن احتياجي. طيب ايه الهدف من وجود مخزن في منشأة صناعية ايا كانت؟ التخزين هدفه وجود المواد عند الحاجة اليها. الطبيعي ان انا لما احتاج اعمل شغل ابقى الخامة بتاعتي متوفرة تحت ايدي اقدر استخدمها. طيب هل انا النهارده ينفع اشتري الخامة وقت ما احتاجها؟ لا، انا بخليها متوفرة بالجودة المطلوبة وبالكمية المطلوبة. يفضل ان المخزن يكون في الدور الارضي، ولكن برضو النوافذ بتاعته تكون محمية ويكون بعيد عن ضوء الشمس المباشر والابخرة. السؤال،
ليه بعيد عن ضوء الشمس المباشر؟ مش احنا لسه بنقول ان ضوء الشمس الطبيعي ده حاجة كويسة، حاجة كويسة لينا احنا واحنا بنشتغل بالالوان وللرؤية، لكن بعض الخامات واغلب الخامات الملونات بتتأثر وبتبهت ولونها بيزول بكثرة التعرض لضوء الشمس المباشر، وده طبعا احنا بنشوفه بشكل واضح جدا عندنا في البيوت او في اي مكان، الجزء دايما المعرض للشمس بنبتدي نلاقي مع الوقت ان لونه بيبهت او بيتغير. الأبخرة نفس الحكاية، الأبخرة ديت عبارة عن مواد كيميائية طبيعي جدا لو تعرضت لها الملونات هتتأثر وهتتلف ومش هتبقى صالحة للاستخدام، وفي عندي كتير مواد جافة موجودة في الورشة لو تعرضت للبخار هتفقد خواصها وهتتلف تماما. محتويات الورشة متنوعة، أول حاجة عندي التسجة، التسجة عبارة عن منضدة كبيرة من الخشب، ترابيزة كبيرة من الخشب. ايه الفرق بين المنضدة العادية اللي موجودة عندي في البيت وبين التسجة اللي موجودة في الورشة؟ فرق بسيط قوي، ان التسجة بيبقى فيها ادراج احط فيها الادوات الصغيرة، فيها ارفف احط فيها الادوات الكبيرة. يفضل لما احط التسجة اللي هي طولها من مترين لتلاتة وعرضها ممكن يكون حوالي متر، التسجة بحطها بعيد عن الباب، بعيد عن باب الورشة. ليه؟ ايوه لسببين، السبب الاول انها ما تبقاش في مدار الحركه، يعني مش كل اللي داخل واللي خارج يتعرض للتسجه. الحاجه التانيه ان الالوان والحاجات اللي موجوده على التسجه ما تتاثرش بالغبار اللي موجود في الخارج. عندي بعد التسجه الرخامه، والرخامه بتوضع على التسجه، الرخامه مكانها فوق التسجه ولكن مش بطول التسجه كلها، يعني بعرض المتر ولكن تلت او ربع مساحه التسجه، وهي بتستخدم طبعا لازم يكون سطحها مستوي، رخامه سطحها مستوي، لان لو فيها حفر او لو فيها خشونه الالوان هتبتدي تدخل في الثقوب ديت ومش هقدر انضفها او ازيلها. طب هي الرخامه وظيفتها ايه؟ الرخامه بتستخدم لسحق الالوان، سحق او مزج او خلط الالوان، بحط الالوان وابتدي اعملها بحاجه اسمها سكين الرخامه، سكين الرخامه مخصوص لاستخدامات الرخامه، بنضف بيها الرخامه وبمزج بيها الالوان، وبعد الانتهاء طبعا لازم اعمل ايه؟ زي اي معده عندي، اساسي عندي في ماده المعدات، اي معده بعد استخدامها لازم انضفها ويكون سطحها دايما نظيف عشان اعيد استخدامها تاني. المعدات اذا تركتها غير نظيفة لما هاجي استخدمها تاني هلاقيها غير صالحة للاستخدام. قيس على ده كل انواع المعدات، الفرش شعرها هيلزق واذا نشفت لا يمكن ترجع تاني تشتغل، وهكذا بقية ادوات او معدات الزخرفة. سمك الرخامة بيكون من 4 ل 5 سنتي، وزي ما قلنا سطحها لازم يكون أملس ومستقيم، بعد ما بخلص بنضفها بالسكينة وبقطعة قماش مبللة بالمذيب. المذيب يكون مناسب لنوع الدهان اللي كان على الرخامة. إذا كان عليها دهان مائي تنظف بالمية، إذا كان عليها دهان زيتي تنظف بالتربنتين اللي هو شبيه الجاز ولكن خالي من الكبريت اللي بيضر أشعار الفرش بتاعة الدهان. الأرفف، الرفوف بتوضع عشان سهولة التناول. الحاجة اللي أنا بحتاجها كتير بحطها على الرف، الرف يكون قريب من التسجة، يكون مصنوع من الخشب أو من المعدن وبيثبت بالجدران، أحط عليه برطمانات الألوان، أحط عليه بعض الزيوت، أحط عليه بعض الزجاجات، بعض الأدوات اللي أنا بستخدمها بكثرة أثناء ما أنا بشتغل داخل الورشة. طيب الأرفف لما باجي أركبها بركبها إزاي؟ بكون موجود عندي الرف الأكبر هو اللي موجود في الأسفل. طيب ليه؟ ليه الرف الأكبر يكون في الأسفل؟ طبيعي جدا إن أنا لو حطيت الرف الكبير فوق حطيت عليه مادة ثقيلة أو معدات تقيلة، لو سقط الرف دوت طبيعي جدا هيكون أقوى من الرفين اللي بعد منه وهيبتدي هما كمان يقعوا بناء على إن هو وقع، فطبيعي جدا إن أنا بحط الأصغر أو الكتلة الأقل فوق وبعد كده بحط الكتلة الأعلى تحت. عندي الدواليب بتستخدم لحفظ الملونات وكمان بتستخدم لحفظ الخامات والمعدات. دولاب موجود داخل ورشة زخرفة هيكون موجود فيه ايه؟ الادوات بتاعة الزخرفة المختلفة، موجود فيه خامات الدهان سواء كانت زيوت سواء كانت ملونات سواء كانت مخففات، طبعا فيها مواد قابلة للاشتعال، برتب الدولاب بشكل جيد بحيث ان المواد دي ما تضغاش على بعضها او اي مادة تكون ضرر للمادة الموجودة معاها.
كراسي بدون ظهر علشان يبقى فيها حرية في الحركة. النهاردة عندي جوه الورشة الكراسي بتبقى ملهاش ظهر عشان الطالب يقدر يغير اتجاه جسمه في اي وقت بدون ما يحتاج انه يشيل الكرسي او يرجع يحطه تاني. الكرسي اللي بدون ظهر سهل الحركة وسهل تحرك الجسم عليه في اي اتجاه. ماكينات الصنفرة بدل ما بستخدم الصنفرة بايديا بركب الصنفرة في المكنة والمكنة تتحرك بدل ما انا احرك ايدي. الموازين موازين جمع ميزان، والميزان مهم جدا عندي في الزخرفة لعدة أسباب. لما باجي أمزج الدهانات أنا مش بمزج الدهانات كده بمزاجي، مزج الدهانات ليه نسب ثابتة ليه موازين ثابتة. يعني إذا أنا النهاردة جه قال لي هحط معيار زيت، هحط 2 معيار اسبداج، هحط معيار ألوان، هحط كذا، يبقى لازم ألتزم بالمعيار بتاعي. طيب هل أنا هترك المعايير ديت لشطارتي أنا؟ لا، أنا بشتغل بمقاييس وبموازين. يفضل كمان إن الموازين دي تكون موازين حساسة عشان تديني النتيجة الدقيقة اللي هتطلع الدهان بتاعي سليم. خلطة الدهان زيها زي أي خلطة، زيادة أي شيء أو نقص أي شيء يبوظها ويتلفها تماما. خلاطات البويات بعد كده، ده الحاجة اللي احنا بنشوفها دلوقتي كتير في مصانع بتاعة الملونات اللي بتدي الدهانات الجاهزة. خلاط البوية هو بيعمل لي خلطة البوية جاهزة وبيديني درجة اللون اللي انا عايزها من غير ما انا اعملها يدوي. يعني بدل ما انا كنت بشتغل خلطة البوية يدويا هو بيعملها لي آليا ويبتدي يديني المستيلة او البستيلة بتاعة الدهان جاهزة على الاستخدام مباشرة. أجهزة الإنذار وطفايات الحريق، طبيعي جدا عندي ورشة، لسه كنا بنقول إن الورشة دي فيها ملونات فيها مذيبات. أيوة لسه قايلين قلنا المذيبات إيه؟ المذيبات أغلبها مواد قابلة للاشتعال، مواد سريعة الاشتعال زي الأسيتون زي التنر، دي كلها مواد سريعة الاشتعال. عندي كمان ممكن أستخدم كباسات الهواء، وكباسات الهواء دي حاجات قابلة للانفجار إذا زاد الضغط عن الحد المطلوب. هي طبعا فيها صمامات أمان بتأمن عدم انفجارها، لكن أنا النهاردة لازم أكون مأمن نفسي داخل الورشة إن أنا يكون عندي أجهزة إنذار ضد الحريق وضد السرقة. لو حصل أي حاجة الأجهزة دي بتشتغل. النقطة التانية يكون عندي طفايات حريق بأنواع مختلفة. طيب نبذة بسيطة، وإحنا هناخد طفايات الحريق بالتفصيل في مادة الأمن الصناعي. النبذة البسيطة إن مش كل أنواع الحرائق بيتم إطفائها بنفس نوع مادة الإطفاء. يعني حرائق الكهرباء لا تطفأ بالماء، لكن حرائق مثلا المواد الصلبة زي الورق والقماش بتطفي بالمية. لكن عندي حرائق مثلا لو فيها مواد سريعة الاشتعال بحتاج أطفيها بطفاية الأكسجين، سوري طفاية ثاني أكسيد الكربون، ودي الطفاية اللي هي مناسبة إنها تمنع الأكسجين عن الحريق فتساعد على إطفائه. الحريق عشان يطفي يا بمنع الأكسجين يا بمنع الحرارة. المعدات العامة اللي بستخدمها عندي، أول حاجة عندي العبوات والأوعية. كلمة عبوة ووعاء، هو في فرق بين العبوة وبين الوعاء؟ العبوة غالبا مغلقة، يعني العبوة جاهزة بمقدار ثابت ومغلقة، إنما الوعاء ممكن يكون كبير ممكن يكون صغير، وغالبا بيكون وعاء مفتوح زي الأكواب أوعية الجراد الأوعية. كتير كتير جدا من الأوعية اللي هي أقدر استخدمها استخدامات سريعة، إنما العبوة غالبا بتكون بمقياس محدد وتكون كمان مغلفة أو مغلقة. أول عبوة عندي المساتيل. المساتيل اللي احنا بنقول عليها البستيلا أو المستيلة. المستيلة ديت بتبقى السعة بتاعتها كبيرة جدا، دي بتستخدم لحفظ أنواع الدهانات والورنيشات، بتصنع من الخرصين، الخرصين هو الزنك. بعد استخدامها إذا حبيت أنظفها، يعني اللي فيها آثار من الدهان، ممكن أنظفها بنشارة الخشب الممزوجة بالكيروسين. طيب نشارة الخشب هنا بتعمل إيه؟ نشارة الخشب مادة خشنة بتساعد في الاحتكاك في عملية التنظيف عشان تديني درجة تنظيف أعلى. بعد ما بخلص نشارة الخشب بالكيروسين بستخدم قطعة من القماش اللي احنا بنسميها الاسطوبة أو الاسطوبين، دي في التنظيف عشان تديني نتيجة أفضل. ممكن كمان لو الدهان التصق أو تصلب بعمل له عملية حرق للدهان او تسخين لدرجه حراره، تدي الدهان يا اما تشقق فاقدر اقشره بحاجه اسمها الرشمه او باي اداه حاده، يا اما الدهان بيتحول بيسيل شويه فبقدر انضفه بسهوله.
الساعة بتاعتها بتوصل ل 25 كيلو أو 25 لتر على حسب نوع المادة المحطوطة أو الموجودة فيها. البراميل عندي 3 أنواع، براميل من الخشب لحفظ الملونات الجافة. يعني إيه ملونات جافة؟ بودرة، بودر، ملون بودر، لأن طبعا البرميل الخشب مهما كان محكم ممكن يبقى فيه نسبة تسرب لو حطينا فيه مادة سائلة. النوع الثاني من البراميل، البراميل الصاج. البراميل الصاج دوت بيستخدم لحفظ السوائل والزيوت، وبيستخدم كمان ان انا اقدر احط فيه رمل لو انا عايز استخدمه في بعض اعمال البناء. البلاستيك او البراميل البلاستيك غالبا بتستخدم لحفظ الاحماض والمواد اللي ممكن تتفاعل مع المعدن. الجرادل، الجردل شكله عبارة عن مخروط ناقص مقلوب. طيب حتة الهندسة الصغننة دي، مخروط، المخروط اللي هو شكل القمع، إذا قطعنا الرأس فيتحول إلى مخروط ناقص، إذا قلبناه هو ده شكل الجردل. الجردل شكل مخروط ناقص مقلوب، والإيد بتاعته على شكل نصف دائرة، ليها عروتين جانبيتين، العروتين دول بركب فيهم اليد وبستخدمه في الرمل، في الماء، ممكن يصنع من البلاستيك أو من الصاج أو من أي خامة أنا عايز أستخدمها. طريقة تنظيف الجرادل زي طريقة تنظيف المساتيل، يعني أقدر أنظفها بنوع المذيب حسب الدهان اللي كان موجود فيها. يعني إذا كان موجود فيها دهان مائي بغسلها بالمية، إذا كان موجود فيها دهان زيتي بغسلها بالترابنتين، إذا كان موجود فيها دهان سليلوز بغسلها بالتنر أو بالأسيتون. طريقة تنظيف الجرادل نفس الطريقة بتاعة المساتيل. أكواب والكيزان طبعا دي عبوات صغيرة باين من اسمها كده، كوب أو كوز، الكوز اللي هو عبارة عن كوب من الألمونيوم أو من المعدن أو من الصاج. ده بيبقى من الزنك، الخرسين، أو من الصفيح، أو من البلاستيك، أو الخزف زي المج كده، وده بيوضع بيه كميات قليلة من البوية. الأواني الزجاجية، برطمانات وزجاجات وكوبايات زي ما احنا لسه قايلين، لكن أنا هنا غالبا البرطمانات بستخدمها لحفظ المساحيق المعدنية. كلمة مساحيق معدنية، احنا كلنا لما بنشوف حاجة بتلمع أو مسحوق لامع بنقول عليه برونز. لا، البرونز ليه 3 أنواع، اللي هي المادة اللامعة دي ليها 3 أنواع. نوع ناعم جدا شديد النعومة، ده بنسميه البودرودور. نوع تاني متوسط شوية، ده البرونز. نوع تاني خشن شوية، ده اللي بنسميه كسر الألماز، اللي هو بيبقى أكثر خشونة. طبعا الزجاجات بستخدمها لحفظ إيه؟ سوائل. طب مين يقول لي ايه الشرط اللي المفروض يتوفر في الزجاجات اللي انا بحط فيها السوائل بتاعتي؟ لازم يتوفر انها تكون محكمة الغلق. محكمة الغلق ليه؟ لان انا عندي كحول سهل التطاير، غير انها سهلة التطاير يعني انا بحافظ عليها من التطاير، دي ناحية. الناحية التانية الابخرة بتاعتها قابلة للاشتعال، يبقى العبوات الزجاجية اللي فيها مواد سريعة التطاير يجب تكون محكمة الغلق علشان خاطر احافظ عليها واحمي نفسي من خطر الحرائق. العلب بتبقى أحجام مختلفة، ممكن تكون في الغالب علب مربعة وممكن تكون علب دائرية، تكون أغطيتها برضو محكمة الغلق، بحط فيها ملونات المختلفة بتاعتي عشان أحافظ عليها وبرضو بعد كده أقدر استخدمها. العلب بتختلف إنها بتكون سهلة في إن أنا أخد منها الكمية اللي أنا عايزها وأرجع أقوم بغلقها مرة تانية. ممكن تكون من البلاستيك أو من الزجاج أو من الصاج أو من أي خامة برضو تكون مناسبة لنوع الدهان اللي هيتحط فيها. الصفائح من اسمها كده بتصنع من مادة الصفيح، هو حديد غير معالج، ودي غالبا بتوضع بيها الحاجات الرخيصة أو اللي هي هتخلص بسرعة مش محتاجة مدى طويل للتخزين لأنها ممكن تكون قابلة للصدأ. دي ممكن تكون مقطعها مربع، الساعة بتاعتها ممكن توصل ل 16 كيلو، ممكن أكتر ممكن أقل، وفي منها ساعات مختلفة، ودي برضو ممكن أنضفها بعد الاستخدام وعيد استخدامها مرة تانية. الصنفرة بقى ده موضوع جديد، موضوع كامل عن الصنفرة. الأول قبل ما أتكلم عن أنواع الصنفرة حابة أقول أسألكم، أنتوا عارفين الصنفرة بتستخدم في إيه؟ الصنفرة هدفها تنعيم وتسوية السطح. طيب هو بس تنعيم السطح ده هدف الصنفرة؟ لا، في هدف تاني يمكن لأول مرة بتعرفوه، اللي هو تخشين السطح. يعني الصنفرة مش وظيفتها بس انها تنعم، لا،
دي ليها وظيفة أخرى إنها تخشن. طب إمتى بحتاج إن أنا أستخدم الصنفرة للتخشين؟ إذا كان السطح أملس شديد النعومة، ده يخليه ما يتشربش الدهان كويس، فما تلزقش طبقات الدهان فوق بعضيها، فأضطر أعمل تخشين بسيط لطبقة الدهان عشان طبقة الدهان اللي بعدها تتغلغل فيها وتقدر تمسك فيها كويس. الصنفرة لها أرقام، الأرقام بترمز لنعومة الصنفرة، كل ما الرقم يزيد يبقى الصنفرة أنعم. معلومة صغيرة كده على الماشي، الأرقام دي بترمز لعدد الذرات من مادة الجلخ، مادة الجلخ اللي هي مادة الصقل، اللي هي المادة الخشنة اللي بتحتك بالسطح عشان تنعمه أو تعمل على تسويته. النهاردة عندي كل ما العدد ده بيزيد معناه ان الذرات دي حجمها اصغر، معناه ان الصنفرة انعم فبتديني سطح اكثر نعومة. الصنفرة بتتباع على شكل افرخ مستطيلة او مربعة، او على شكل رول بكرة. البكرة دي ممكن انا اقطع منها واستخدم، وممكن اركبها في الآلة الكهربائية. عندي مقارنة ما بين الصنفرة قديما وحديثا. زمان الصنفرة كانت بتتعمل من الورق، كانت بتتلزق المادة اللي هي مادة الصقل أو مادة التنعيم بالغراء، وكانت مادة الصقل أو التنعيم هي الرمل. حديثا بقى عندي الظهر بتاعها من الأقمشة أو من اللدائن. اللدائن نوع من أنواع البلاستيك المعالج، بلاستيك مضاف إليه مواد تخليه شديد التحمل. بعد كده المادة اللاصقة بتاعته السيليكون، السيليكون ده رتنج لاصق بيبقى له قوة لصق وتحمل للعوامل الجوية عالية جدا. بعد كده عندي مادة الجلخ بقى، ثاني أكسيد السيليكون، مسحوق الزجاج، مادة الكربوراندوم اللي هي كربيد الكالسيوم، ودي مادة شديدة التحمل. بعد كده عندي بعض الأكاسيد زي أكسيد الألمونيوم والكروم، ودي مواد كلها بتديني درجة صقل أعلى من الرمل وبشكل أكثر دقة، وبتعمر أكثر من الصنفرة الورقية، لأن الصنفرة الورق كان بيبقى عمرها قصير وبتتلف بشكل سريع. أنواع الصنفرة من حيث الاستخدام، عندي الصنفرة الجافة دي بتصنع من القماش أو من الورق، ودي بتصنفر بها الأخشاب والجدران. عندي الصنفرة المقاومة للمية، ودي بتستخدم في مادتها اللاصقة اللدائن، طبعا مقاومة للمية، يبقى طبيعي إن المادة اللي هلزقها بيها ما تتأثرش بالمية، ودي حتى بيفضل إن أنا لما أجي أستخدمها أبلل السطح اللي أنا بعمله بالماء، زي صنفرة الدوكو أو دهانات السليلوز. دهان السليلوز هو دهان الدوكو، سليلوز هو دهان الدوكو، ودي مادة مستخلصة من مواد طبيعية، وهتدرسوها بالتفصيل إن شاء الله في الصف الثاني والثالث. عندي الصنفرة المستديمة، من اسمها كده مستديمة، يعني بتعيش لفترة طويلة، دي مادتها من كربيد التنجستين، ودي مادة قوية جدا في التحمل، بتثبت على قطعة خشب، وفي منها الناعم وفي منها الخشن. في عندي الصنفرة اللباد، واللباد دي عبارة عن مزيج من الصوف مع برادة الحديد. لك أن تتخيل بقى قد إيه الصنفرة دي خشنة وسطحها بيبقى قوي ومعمرة، ودي بتستخدم لإزالة الدهانات بعد ما تتصلب لو كانت قوية جدا، وبرضو لو الدهان اتغسل بالمذيب بيلين شوية فبتبقى إزالته أكثر سهولة. آلات الجلخ والصنفرة، اللي هو إزاي أنا بستخدم حاجات الصنفرة اللي احنا اتكلمنا عليها دي ولكن مش بإيديا، بدل ما انا همسك فرخ الصنفرة بايدي وابتدي اتحرك، حركات الصنفرة حركة دائرية، حركة ترددية، حركة مستمرة. الحركات دي انا بدل ما هعملها بايدي هعملها بالمكن. المكنة الترددية تردد يعني بتتحرك للامام والخلف، امام وخلف، دي الحركة الميكانيكية اللي بتقوم بها الآلة. صنفرة دائرية بتلف في حركة دائرية، في الحالتين بثبت قرص الصنفرة أو فرخ الصنفرة في أسفل الماكينة وابتدي أشغل المكنة، وأنا اللي بحركها وبغير اتجاهها على حسب الجزء اللي أنا عايز أصنفره. عندي مكنة صنفرة اسمها ذات الشريط أو الدبابة. كلمة دبابة يعني ليه أنا بطلق على هذه الماكينة اسم الدبابة؟ لأنها لها شريط بيشبه الشريط بتاع الدبابة، فهنا الصنفرة بتلف بشكل دائم، مش بتتحرك لا حركة ترددية ولا حركة دائرية، دي بتتحرك حركة زي حركة السير. السير ده بيلف حوالين اسطوانتين، واحدة منهم ثابتة والتانية بتستجيب للحركة.
يعني واحدة متحركة حوالين ذاتها والتانية مرتبطة بالموتور، يعني الاتنين بيلفوا لكن واحدة هي الأساس الحركة والتانية مجرد بتساعد على الحركة السريعة، ودي بتستخدم أكتر حاجة في تلميع وتنظيف الأرضيات. حجر الخفاف، الحجر المتعارف عليه اللي هو حجر فيه مسام، وطالما حاجة فيها مسام أو سطحها فيه نسبة من الخشونة فطبيعي جدا احتكاكها مع الأسطح يديني درجة من درجات الصنفرة. حجر الخفاف هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن مقذوف بركاني، يعني كان عبارة عن حاجة موجودة في باطن الأرض، الحاجة دي خرجت لما حصل البركان، كانت مادة ساخنة منصهرة بدأت تتجمد، يبقى حجر الخفاف ناتج من إيه؟ تجمد مقذوف بركاني. مادته الأساسية هي السيليكا اللي هي المادة الأساسية في تكوين الرمل وفي تكوين الزجاج. قوالب الخفاف، بدل ما أنا بستخدم الحجر بشكله الطبيعي اللي موجود اللي هو ممكن يكون شكل غير منتظم، ببتدي استخدم الحجر ده اعمل له تهذيب واشكله على شكل قالب، القالب دوت اقدر اتحكم في مسكته بالايد، امسكه بشكل سليم اكتر من الحجر اللي شكله غير منتظم. القالب بيتم تشكيله باحجام مختلفة على حسب استخدامه وبانواع مختلفة على حسب درجة نعومته. أفضل نوع من أنواع حجر الخفاف ما كان لونه رمادي أو بني. مسحوق الخفاف هو الشكل الثالث من أشكال حجر الخفاف. بطحن الحجر وبحوله المسحوق وبعد كده بدعكه بقطعة من الصوف لتنعيم الأسطح. عظام السيبيا من اسمها عظام، إذن هي جاية من عظام، عظام إيه بقى؟ عظام الأسماك الكبيرة. عظم سمك كبير لونه أبيض في ناحية ناعمة ملساء وفي ناحية خشنة هشة سهلة التفتت. بصنفر بأنهي ناحية؟ أكيد مش الناحية الملساء، بستخدم الناحية الخشنة الهشة في صنفرة الدهانات وخصوصا دهان اللاكي. بستخدم كمان العظام السيبيا في تلميع الدهانات التانية الرقيقة زي دهان السليلوز مثلا. معدات تجهيز الأسطح اللي بتساعدني في إعداد الأسطح قبل الدهان أو لو كانت مدهونة قبل كده أجهزها للدهان مرة تانية. معدات إزالة الدهان، عندي أول حاجة اسمها الرشمة. الرشمة هي عبارة عن قطعة من الحديد ممكن تكون مثلثة الشكل، بتبقى ليها ذراع من المعدن ويد من الخشب. بعد المعدن لو كان عليه دهان قديم وانا عايز ازيله، لو لينت الدهان او حرقته ببتدي ازيله بالرشمة، وممكن لو السطح عليه صدأ برضو بزيله بالرشمة. الفرشة السلك، طبعا كلنا عارفين الفرشة السلك وممكن نكون شفناها قبل كده، هي فرشة عادية وطالما في فرشة يعني في اشعار، بس انا هنا الفرق الوحيد عندي ان الاشعار بتبقى اشعار من السلك، السلك الصلب علشان يديني خشونة عالية جدا جدا. الخشونة دي تستخدم في ايه؟ في ازالة الصدأ او في تنظيف المصيص والارضيات او الفواصل اللي بتبقى بين بلاطات السيراميك، يعني دي بتزيل الحاجات الخشنة القوية. فرشة السلك بتبقى مصنوعة من الخشب، بيبقى فيها ثقوب، الثقوب دي بتركب فيها مجموعة الاشعار وبيتم تثبيتها بقطعة خشب تانية، وبعد كده بستخدمها زي ما قلنا في الاعمال الشاقة. الاقماع، القمع على شكل مخروط ناقص واسفل منه مخروط تاني اصغر منه. المخروط الشكل المخروطي ده اللي هو الاقماع، في منه عده اشكال مختلفه واحجام مختلفه. القمع وظيفته ايه؟ نفتكر كده مع بعض، اي مره شفنا فيها استخدام القمع هنلاقي ان القمع وظيفته نقل السوائل من وعاء لوعاء. طبعا غالبا بيكون النقل من وعاء واسع لوعاء ممكن تكون الفوهة بتاعته ضيقة، فطبعا انا مش هقدر ادخل السائل جوه الازازة، فبستخدم القمع في نقل السوائل بدون ما اهدر منها، ده بيساعدني على عدم اهدار الخامة. معدات التنظيف والغسيل اللي بتستخدم في تنظيف التزجة، في تنظيف معداتي، في تنظيف ادواتي، ودي اول حاجة منها الاسطبة. الاسطبة عبارة عن ايه؟ قطعة قماش، قطعة من القماش. القطعة ديت أنا بستخدمها في تنظيف بقايا الملونات من على الترابيزة، من على التسجة، من على أدواتي، من أي حاجة أنا عايز أنظفها. وبستخدم غالبا الاسطبة بتستخدم لمرة واحدة وبعد كده بتخلص منها. أنا بجيب الاسطبات بتاعتي من بقايا مصانع النسيج،
بيبقى عنده كمية كبيرة جدا من الأقمشة الزايدة عن احتياجه، أنا باخدها وبستخدمها في التنظيف، ويفضل طبعا إنها تكون نسبة النعومة فيها عالية عشان ما تجرحليش المعدات ولا تجرحلي الأسطح اللي بستخدمها في التنظيف علشان تفضل ناعمة دايما. الإسفنج أغلبنا عارفين إن الإسفنج في الأساس هو عبارة عن هيكل حيوان بحري، زي ما كده الكائنات الرخوية في البحر بتعمل لنفسها الصدفة الصلبة، في بعض الكائنات البحرية بتعمل لنفسها جسم أو هيكل من الإسفنج. ده الإسفنج الطبيعي اللي موجود في البحر. الإسفنج الطبيعي الموجود داخل البحر فيه منه 3 أنواع: النوع الخشن، وده مسام واسع جدا، ده سهل التلف، مليان شوائب. الشوائب دي بتجيله منين؟ الحيوان ده بيتغذى على بعض الحاجات الموجودة في المية اللي بيبقى فيها نسبة عالية من ممكن أتربة، ممكن حصى، ممكن مخلفات، فبيبقى عندي فيه نسبة شوائب عالية. النوع التاني المتوسط، وده بتبقى المسام بتاعته متوسطة، مش مفتوحة قوي ومش مقفولة قوي. النوع الناعم، وده ضيق المسام، وده بيمتص المية وبيحتفظ بيها، وده خالي من الشوائب بنسبة كبيرة، وده بيديني أحسن نتيجة في عمليات التنظيف بتاعة الأسطح. طيب هل الإسفنج الطبيعي ده متوفر عندي بشكل دائم وأقدر أحصل عليه وقت ما أنا بحتاجه، وبالكمية اللي أنا عايزاها، وبشكل المسام اللي أنا عايزاه؟ طب ما أنا أحيانا بحتاج مسام واسع، أحتاج مسام بشكل معين أو بحجم معين، فهنا بضطر ألجأ للإسفنج الصناعي. وده بينفعني في عدة نقاط. الإسفنج الصناعي بقدر أتحكم في إن أنا أختار نوع المسام بتاعته، الحجم بتاعه، الكثافة اللي هي بتحدد قدرة امتصاصه على المية، وفي نفس الوقت بقدر أقطع منه بالشكل اللي أنا محتاجه، وبشكل أساسي هو أرخص طبعا في الثمن من الإسفنج الإيه الطبيعي، وده بيصنع في الأساس من مواد غروية، مواد ليها طبيعة لاصقة، طبعا بيتضاف عليها مواد تانية وبيتم تصنيعها وتشكيلها على حسب المساحات والأشكال المطلوبة. المعدات اللي بتساعدني في عملي داخل ورشة الزخرفة: الباليتات، طبعا احنا نعرف الباليتة المعتادة بتاعتنا اللي هي الباليتا البلاستيكية اللي فيها تجويفات اللي بنضع فيها الألوان الجواش بتاعتنا، لأن دي طبعا احنا اللي استخدمناها بشكل أساسي، لأن احنا غالبا مش بنشتغل أعمال حرة أو أعمال تصويرية، ممكن ده إن شاء الله يتم في مرحلة متقدمة شوية. أنا عندي النوع التاني من الباليتات اللي هي الباليتا الفنية اللي بتساعد على مزج الألوان، مش كل لون يبقى منفصل في عين زي الباليتا البلاستيك. الباليتا دي بتصنع من الأبلكاش بسمك 3 مللي، بيبقى فيها تجويف لوضع إصبع الإبهام، وبيبقى شكلها بيضاوي أو مستطيل، وبتبقى مصنوعة من الخشب المصقول، وبتدهن بالورنيش عشان ما تمتصش الألوان وأنا بمزج الألوان عليها، علشان خاطر المفترض إنها ما تتفاعلش مع الألوان. المساطر بتستخدم لإعطاء خطوط مستقيمة أو لرسم خطوط مستقيمة، أو علشان أضبط استقامة بتاعتي أثناء ما أنا برسم أو بعمل التصميم، أو للقياس. يبقى المسطرة ليها وظيفتين: وظيفة قياسية ووظيفة شكلية، برسم بيها، بظبط بيها الخطوط بتاعتي، وفي نفس الوقت بقيس بيها المقاسات المختلفة. مساطر من البلاستيك، من الخشب، من الصلب المرن، وطبعا بتبقى مدرجة عشان أقدر أرفع بيها المقاسات. المساند، المسند عبارة عن مسطرة، هو من اسمه كده مسند. طيب ايه وظيفة المسند؟ انا عندي برسم لوحة جدارية على الجدران، في جزء دهنته لسه طري وفي جزء تاني لسه برسم فيه. طيب الجزء اللي انا لسه برسم فيه ده وانا بستخدمه، لو ايدي جت على الجزء التاني هتبوظ الجزء اللي لسه مدهون اللي لسه منشفش. فانا بعمل ايه؟ بستخدم المسند ده في نهايته كوره او قطعه من الخشب منشوريه الشكل، مستطيله كده زي متوازي مستطيلات او مربع، المهم دي بتوضع على الجدار علشان خاطر تسند عليها المسطره الطويله دي، واضع ايدي عليها بدل ما اضع ايدي على الدهان بتاعي واتلفه. طولها بيبقى حوالي 70 سنتي، وبتبقى مصنوعه من الخشب وممكن من البلاستيك. الأدوات اللي احنا اتكلمنا عنها: مساطر، باليتات، المساند. طبعا لازم بعد الانتهاء من الاستخدام أنظفها. أنظفها بإيه؟ بالاسطبة.
الممزوجة بإيه أو المبللة بإيه؟ بنوع المذيب المستخدم حسب نوع الدهان. يعني هل أستخدم الكيروسين والترابنتين والبنزين كده مباشرة؟ لا. إذا كان الدهان مائي هنضف بالمية، إذا كان دهان كحولي هنضف بالكحول. يبقى أنضف المساطر بتاعتي وحافظ عليها دايما نظيفة عشان تفضل دايما الجودة بتاعتها زي ما هي. لما بخلص استخدام المساطر أو الأدوات برجعها فين؟ برجعها في الدولاب بتاعي اللي موجود فيه الأدوات. حامل اللوحات اللي بيوضع عليه اللوحة لسهولة التحريك، وبيبقى عبارة عن شبه منحرف، والخلفية بتاعته على شكل حرف تي، بيثبتوا الاتنين بمفصلة بتوضع عليهم اللوحة. ده بيسهل لي ان انا اقدر اشتغل على اللوحة، اغير الميل بتاع اللوحة زي ما انا عايز، وفي نفس الوقت ما بقاش ماسكها في ايدي. وده طبعا بيريح الفنان جدا في انه يشتغل على الحامل بدل ما يشتغل على ايديه، او ان هو يبقى مش عارف يثبت اللوحة على ايه. فالحامل عندي بيساعدني اكتر حاجة في ان انا اسهل عملية الرسم على الفنان اللي بيرسم. بكده نكون اتكلمنا عن كل الادوات اللي احنا بنستخدمها داخل ورشة الزخرفة. الادوات دي ان شاء الله في الحلقات القادمة هنبتدي نشوف ازاي بنرسمها، لان امتحان المعدات عندنا فيه جزء نظري وفيه جزء رسم، اللي احنا بنقوم برسم المعدة المطلوب استخدامها. عايزة نتم مراجعة كل الحاجات اللي احنا خدناها، وان شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة هنستكمل كل اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة، وهننهي مادة المعدات ان شاء الله، ونبتدي نكون مستعدين علشان خاطر نقدر نراجعها مرة واتنين قبل الامتحان. اتمنى دايما ان شاء الله ان انتوا تكونوا متابعينا وتكونوا معانا. لكل مجتهد نصيب، دمتم مجتهدين. الاجتهاد واجتهادنا وطموحنا هو سر نجاحنا. أتمنى لكم كل التفوق والتميز. تابعونا دايما وخليكم دايما معانا. دمتم بخير، ونلقاكم على كل خير. أترككم في رعاية الله.